هذا الشخص قرر أنه يقضي 24 ساعة في جزيرة مليئة بالأفاعي، وهذا التحدي قام بتصويره ونشره في اليوتيوب. تابعوا معي بداية التحدي، يعني سيقطع هذا الجزيرة يعني مليئة بالأفاعي. صلوا على نبينا محمد، استغفر الله عز وجل ودعونا دعوة الخير. شوفوا معي يا عزيزي المشاهدين هذا المغامرة المجنونة لقضاء هذا اليوتيوبر اللي عرض حياته فيها إلى الخطر، كما تشاهدون هنا في جزيرة فيها عدد كبير ونسبة كبيرة من أنواع مختلفة من الأفاعي. هنا راهو يعني يحاول عبور هذا النهر اللي التيار فيه قوي جدا، كما تشاهدون صعوبة للوصول والبلوغ. تمكن الآن من إمساك نفسه، تمسك في هذا الشجرة كما تشاهدون. قلهم الأمر حول التصوير، قلهم يعني خليت الكاميرا في الجهة الأخرى، سأذهب لاسترجاع الكاميرا. هذه يعني اللقطات هذه اللي تشوف اليوتيوبر يمر أمام الكاميرا لما يكون وحده، هو يحط الكاميرا يمر أمام الكاميرا ثم يعود لاسترجاع الكاميرا. كما تشاهدون هنا قلهم نتمشى هنا، بإمكانكم أن تروا يعني الأشجار هذه كيف يعني مالت بسبب قوة المياه. وهنا يخليكم تفكروا يعني حجم المياه اللي موجودة في هذا النهر، كما تشاهدون هنا الأفاعي. قلهم ها نحن الآن أول أفعى التقيت بها في هذه الجزيرة. هنا راح يقول نوع الأفعى، قلهم هذه اسمع قلهم يعني هي سامة، أفاعي سامة. قلهم ولكن لن يؤذيني. قلك يعني الشمس خرجت الآن وهذا الأفاعي يعني فيها دم بارد. شوف يقترب منه وهو لا يتحرك، يجرب يعني حذاري من وجهك. So this guy is venomous, but I don't think I'm in any danger right now. قال لهم يعني هذه الأفعى سامة ولكن لا أعتقد أني في خطر الآن. قال هو يحاول الهروب، الأفعى تحاول الهروب، يعني سبحان الله أفعى سامة ولكن خلاها تمر عليه. هذا يعني يدل على شيء، فانه يدل على الخبره اللي عنده مع الافاعي، لذلك لا تجربوا هذه الامور يا زلمه. قالهم الان ساحاول ايقاف الاسماك من اجل يعني طبخ هذه الاسماك. قالهم ساقوم بوضع بطبيعه الحال هذا الفخ للاسماك وساقوم بمحاوله طبخ هذه الاسماك التي اقوم بايقافها. المهم احنا نفوتوا في الفيديو. قالهم ها نحن ذا، كما تشاهدون هنا يقوم بإيقاف الأسماك هنا، سمكتين. قالهم شوف هذا الكبيرة خرجت وقام بإمساك هذه السمكة. طريقة فريدة من نوعها صراحة. قالهم هذه كبيرة. قالهم سأحاول إيقاف واحدة واثنين. كلام هذا نحن ذا. المهم يعني قام باصطياد الأسماك بطريقة فريدة من نوعها كما تشاهدون. هنا شوف يعني الأفاعي في كل مكان موجودة هنا في هذه الجزيرة. هنا قال لهم يعني هناك طبيعة الحال عاصفة قادمة إلى هذه الجزيرة على حسب الأحوال الجوية. أنا سيقوم بشعل النيران وهذا النيران تشتعل من أجل طبخ هذا السمك بهذه الطريقة، ما خلاش حتى الجمر يعني يصبح جمر. طبيعة الحال هو حر في طريقة تقديمه وطريقة طبخه، ولكن هذه الطريقة صراحة هي ليست الطريقة الصحيحة لطبخ هذا الأسماك على حسب ما أعتقد. لكن هو يحاول النجاة يعني لمدة 24 ساعة في البرية. كلهم هنا خليني نوريكم هذا الأفاعي. كلهم أتمنى أن الأمطار ستحضر المزيد من الأفاعي. كما تشاهدون هنا المياه تأخذ مجاريها من جديد.
والواد يمتلئ من جديد. على فكرة الواد دائما سيبقى واد مهما قمت به. Over there is the other side of the island. قال لهم هذا هو الثاني من الجزيرة. قال لهم يعني مستحيل أني أرجع من هذه الطريقة وأنا الآن عالق هنا لمدة 24 ساعة. قال لهم يعني الفيضانات خلاص مرت الآن في هذه المنطقة، لا يمكنني عبور المنطقة التي كنت فيها من جديد. وصح شوف طيار قوي جدا. قال لهم كنت يعني أخطط للبقاء لمدة 24 ساعة. قال لهم الآن أنا عالق في الجزيرة. قال لهم هذا الأمر طبيعة الحال يغير التجربة. قال لهم أنا أعرف بأن هناك حيوانات يعني أيضا هي عالقة معي، لذلك يلا نرى إذا ما كان بإمكاننا أن نجد المزيد. قال لهم شوفوا معي هنا يعني شوف 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 شوف. قال لهم أفعى خاصة بالأشجار عالقة. شوف هذه السمكة. قال لك سمكة أخرى. شوف كيفاش تعوم في البحر. سمكة يعني خاصة بالأشجار تعوم في البحر بطريقة يعني صراحة جميلة. واو طريقة يعني مخيفة وجميلة في نفس الوقت. قال لهم العديد من الحيوانات يعني هنا راهي تعاني مع هذا الفيضانات وامتلاء الواد. قال لهم يرتفع مستويات المياه بسرعة وهناك أمطار كثيرة. المهم يعني كل هذه الأمور تقع في هذا 24 ساعة. شوف يعني هنا طبيعة الحال أفعى أخرى خاصة بالشجرة. هنا راه يتكلم على طريقة يعني الإصابة بهذه الأفعى وعلى السم اللي ممكن يعني أنه تخلو الأفعى هذه في جسدك. عفوا يا زي مشاهدينا، هنا عثر على أفعى أخرى. شوف وين مختبئة. قال لهم هو يحاول عضي. قال لهم يعني إذا ما قام بعضي هذا الأفعى يجب علي العودة إلى مكان مجيئي، لأنه جد سام هذا الأفعى، جد سام هي هذه الأفعى. قال لهم هذا المكان يعني مملوء بهذا النوع من الأفعى. قال لهم يعني لم أكن أدري أنه كان هذا العدد من الأفعى في هذا المكان. قال لهم أنا حقا الآن عالق في هذه الجزيرة. قال لهم يعني كنت دائما ما أتساءل وأقول متى يعني أو كيف سأصبح وماذا سيحدث لي إذا ما اختبأت في مكان يعني لوحدي وممل. واليوم راه لوحده في هذه المناظر المخيفة. قال لهم يعني عدد الأفاعي اللي شفتها هنا يعني هو عدد الأفاعي كثير جدا، والكثير منها يعني هي أفاعي سامة.